مجموعة من المحققين الدوليين دخلت اليوم إلى مركز ويست جيت في نيروبي لاستكمال التحقيقات وجمع الأدلة بشأن الهجوم الإرهابي الذي استمر لأربعة أيام وراح ضحيته 62 مدنياً وخمسة من رجال الشرطة. زعيم جماعة الشباب أعلن أن العملية بمثابة رسالة إلى الغربيين وكينيا التي ينبغي أن تسحب قواتها من الصومال. إحدى ناجيات الهجوم تقول: كنت بجانب فتى مراهق مسجن على الأرض، كانوا يطلقون النار عشوائيا على الجميع بشكل وحشي، كأن لا قلوب لهم. بدأت أغطي نفسي بدم الشاب المحاذي لي على ذراعي. بينما كنت أقوم بذلك شعرت بأن الشاب توقف عن التنفس. حمام الدم كان صدمة كبيرة للناجين الذين كانوا داخل المجمع وأيضا للعائلات التي تنتظر تسلم جثث ذويها. فرق من الصليب الأحمر الكيني تحاول تقديم الدعم النفسي للمتضررين، وقد كانت البلاد أعلنت حدادا وطنيا بدأ أمس.